سبح لله ما في السماوات والأرض، فكأن فسبح باسم ربك العظيم استجابة السماوات والأرض اللي في السبح، قالت سبح لله ما في السماوات والأرض استجابة. طب كويس كده بقى، التسبيح هو التنزيه عن النقص، والتسبيح هو إعلاؤه إلى أن لا يوجد في الفضائل مثله، ليس كمثله شيء. كلمة سبحانه، كلمة التسبيح تقول إيه؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. كلمة سبحان مصدر، والله سبحانه وتعالى في صفاته مش خلق الخلق قبل الصفة، هو خالق قبل أن يخلق، خلاص، وراحم قبل أن يخلق من يرحمه، خلاص. يبقى معناها أنها صفة ذاتية فيه، مش منتظر حد إيه. ليه؟ قال لك لما تقول فلان شاعر، عرفت أنه شاعر إزاي؟ لأنه قال قصيدة، هتوصفه بأنه شاعر لأنه قال قصيدة؟ لا، ده علمك بأنه شاعر القصيدة، إنما هو شاعر ده لم يقل القصيدة أولا إلا لأنه شاعر. يبقى الشاعرية موجودة فيه الأول ولا لا؟ وبعدين قال شعر، يبقى الخالقية موجودة في الحق وبعدين خلق، القيومية موجودة في العقل ذاته، مش ضروري على ما يجب، لا من قبل ما يجب. ليه؟ لأنه بصفات الكمال خلق، ومدام بصفات الكمال خلق، كلمة سبحانه دي له، وإن لم يوجد من ينزهه، هو عظيم في ذاته، هو كده في ذاته قبل ما يوجد من ينزهه، ولذلك يقول سبحان يجب المصدر. لكن لما نقول سبحان وجدناها جاءت في صور متعددة في القرآن، مرة تيجي الاسم للظاهر سبحان الذي أسرى، مضافة للظاهر سبحان الله حين تمسون، ومرة تيجي للمخاطب سبحانك، ومرة تيجي للغائب سبحانه، بيبقى جات كم مرة؟ تيجي للاسم الظاهر فسبحان الله حين تمسون وحين إيه تصبحون، وجدت في الظاهر 18 آية في القرآن في 18 سورة، أولها ما قيل في سورة إيه؟ يوسف، قيل في سورة إيه يوسف، قال إيه في سورة يوسف يا سيدي؟ سبحان ربنا، لا سبحان الله وما أنا من المشركين، مش كده؟ دي اللي وجدت في مين؟ وجدت في يوسف، أول آية فيها سبحان الله جت في سورة مين؟ في سورة يوسف، وبعدين جت في سورة القلم آخر آية في سورة إيه؟ سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، ده بتوع أصحاب الجنة. يبقى من أول يوسف إلى حد مين؟ سورة القلم دي 18 إيه؟ 18 آية. مثلا تيجي في البقرة لما جه يتكلم في خلق الخلق وبتاع، قال له أتجعلوا فيها من يفسد فيها؟ قال طب اسمعوا أنا علم آدم الأسماء، قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء أنتم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما إيه؟ إلا ما علمتنا. أدي أول إيه؟ أدي الآية الثانية اللي جت في الله. يبقى أول آية سبحانك لا علم لنا إلا إيه؟ إلا ما علمتنا. وتنها تاخد 18 سورة فيها هذا الكلام إلى أن تنتهي بسورة الإيه؟ بسورة القلم. وبعدين جت إيه؟ دي 18 مرة. وبعدين جت سبحانك بكاف الإيه؟ سبحانك إني كنت من الظالمين. ومرة جت سبحانه. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. بالضمير الغيبة. يا سلام. هناك ما يسمى في سبحانه وسلم مطويات بيمينه إيه؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. في بقى يبقى فيه الاسم الظاهر 18 في 18 سورة، الكاف المخاطبة في 9، كاف الغيبة في 14، دي المصدر بس اللي هو كان سبحانه قبل أن يكون أي شيء، وبعد ذلك خلق الخلق. لما خلق الخلق الإنسان مثلا ولا الجان، خلق له قبل أن يخلقهم،
خلق السماء والأرض. أم جه في الفعل اللي نشأ من الأمر بالتسبيح قال إيه في الصورة بقى اللي بعد دي، سبح لله ما في السماوات والأرض، قبل ما يخلق الخلق سبح لله ما في السماوات والأرض، في آية تانية في سورة الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ده الماضي. طب سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، طب سبح وانتهى التسبيح فعل ماضي أم قال لك لا ويسبحون الآن، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، مش كده له الايه الملك القدوس، ده بصح سورة الجمعة وبتاع سورة التغابن، يسبح لله ما في السماوات وفي الأرض إيه؟ له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد. يبقى سبحة جت في سبحة في سورة الحديد، وجت سبحة في سورة الحشر، وجت سبحة في سورة الصف، وكلها وهو العزيز الحكيم. بس مرة يسبح لله ما في السماوات والأرض، ومرة يسبح لله ما في السماوات قال لك فيه خلق يوجد في الأرض ويوجد في السماء، يبقى لما يقول سبح لله ما في السماء وما في الأرض، وفيه خلق ما يوجدش إلا في السماء وخلق ما يوجدش إلا في الأرض، الله يبقى استيعاب، استيعاب للمسبح. يبقى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طيب سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وفي السماء والأرض فيها إيه؟ فيها جماد وفيها نبات وفيها حيوان وفيها إنسان. يبقى مدام ما في السماوات والأرض أو ما في السماوات وما في الأرض يبقى كل الأجناس بتسبح. طب ما هو التسبيح؟ قال لك في لغتنا لفظ نقول فيه سبحان الله، ده في لغتنا، لكن اللغة ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، فإذا عرفت اللغة على إطلاقها تقول ألفاظ، إنما هي مش إيه، مش إيه إيه يعبر بها كل قوم سواء كان إنجليز ولا ألمان ولا مصريين ولا سوريين ولا أي عن أغراضهم. لكن لما تتكلم عن العربي ألفاظ يعبر بها العرب عن أغراضهم، الإنجليزي ألفاظ يعبر بها الإنجليزي عن إيه عن أغراضهم، في الألماني برضو ألفاظ يعبر بها. طب دي بقت ألفاظ، لكن إحنا الكون اللي بيقول ما في السماوات وما في الأرض فيه جماد ما فيش له ألفاظ، وفيه نبات ما لهش ألفاظ، وفيه حيوان ما لهش ألفاظ، أمال التسبيح ده إيه؟ فالعلماء قال لك في آية وإن من شيء إلا يسبح بحمده، مش بس تسبيح الألفاظ، في تسبيح بلغة أهل اللغة الحيوان يفهمها والجماد يفهمها. قال لك إزاي بقى؟ قال لك امشي كده الجماد، ألم يقل الله في كتابه وسخرنا مع داود الجبال يسبح، وسخرنا مع داود الجبال يسبح. الله النملة عملت ايه؟ الهدهد عمل ايه؟ طب ما هو الا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض، يبقى عارف العقيده، وتكلم مع سليمان وفهم وقعد يرد عليه. يبقى اذا اللغه اللي احنا بنتكلم الالفاظ دي يعبر بها الانسان، انما الاجناس الاخرى لها لغه يعبر بها. ولذلك دلوقتي عايزين يعملوا قاموس للغه الاسماك، اما يعمل كده يبقى يقول ايه صدق ايه، اما يعمل كده قاموس للغه الاسماك قال لا يبقى كل حاجه لها لغه، بس انت ما تعرفش الا لغتك، ده انت باللسان ما تعرفش الا العربيه اللي انت متعلمها، ما تعرفش الانجليزي مع انه قال لفظ ايضا، انما دول وضعينه لمعنى وانت وضع المعنى، المعنى متحد عند الجميع، ولكن اللفظ الموضوع للمعنى بيختلف باختلاف اللغات. يبقى اللي مش عارف اللغه دي ما يفهمش انت بتقول ايه، لكن اللي عارفها يفهم انت بتقول ايه. انت عايز اللغه بتاعه النبات والحيوان والجماد انت تفهمها؟ لا، الجماد يفهم للجماد، والنبات يفهم للنبات، والحيوان يفهم للايه
للحيوان، والإنسان يفهم للإنسان. يبقى أنت ما تنتظرش أنك أنت تسمع. ولذلك حينما يقول وإن من شيء إلا يسبح حمده، إن يعني نفي، ما من شيء إلا وهو يسبح حمده، ما يطلق عليه شيء يعني أسفة حاجة، ما لم يطلق عليه شيء وبيسبح الله. لا الجماعة بقى اللي عايزين يعني يخففوها قال علينا يعني يسهلوها على ربنا، يقول لك المراد تسبيح الدلالة على الموجد. نقول له لكن انت فهمتها هو، وربنا حكم بأنك لا تفقهها، ولكن لا تفقهون تسبيحها. ما دام عرفت انها الدلالة تبقى فهمتها حلوة ولا ما فهمتها. انما هو قال ولكن لا تفقهون تسبيحها. طب معنى لا تفقهون تسبيحها حتى أعلمكم. ولذلك قال الذي علمنا منطقة الطير، مش كده؟ وهذا يشكر ربنا لما سمع كلام النملة قال ايه ده، ايه ده، اشكر ان نعمتك التي عملت الله. مسألة غريبة او طيب هذه الهدهد برضو اتكلم مع سليمان، لا واتكلم مع سليمان كلام ايه، كلام ما يقولوش الراجل. انسان ملكه الله الكون وملكه الجن وملكه الريح وملكه كل حاجة، وبعدين يقول له انت كنت بتدور عليا وبتقول انا احط بما لم تحط به. نعم. ياه ايه الجرأة دي، ده لو ما قالها الا وهو واثق من عدالته. وعدالته تبينت في ايه، في ايه العدالة تبينت في ايه؟ لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه وبعدين هدي او لا ياتيني بسلطان مبين. واحنا قلنا الاخيار تتناقص فيهم الجريمة والأشرار تتعلى فيهم الجريمة. نعم. إخوة يوسف لما قالوا يوسف لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، هم في الواقع يعني فاتتهم دي، ده هم قالوا ونحن عصبة جابوا الدليل أو الذي يبرر حب أبو يوسف له وأخوه أنهم أخوه صغار وأنتوا بقيتوا عصبة بقيتوا كويسين يعني مش عايزين حبا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قلنا بقى واحنا بنشرح ان الحق سبحانه وتعالى لما قال ان من شيء الا يسبح بحمده، يعني ما من شيء موجود الا هو يسبح. فالناس اللي بدهم يخففوا المسائل قال لك تسبيح دلالة على وجود الخالق، نقول له ولكن الله قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فلازم يكون تسبيح تسبيح. ولذلك لما قالوا أن صلى الله عليه وسلم سبح الحصى في يده، قلت لهم وإحنا في السعودية قلت لهم التعبير ده غلط، لأن الحصى يسبح في يد أبي جهل. قولوا سمع رسول الله تسبيح الحصى في يده، هذا الكلام اللي انقال مش سبح، طب ما بيسبح في يد الكافر خلاص كده. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، الله قال علم إلا أن يعلم الله، علمنا منطق الطير مش كده، علمنا منطق الطير، يبقى اللي ربنا يعلمه يبقى إيه يسمع. الحق سبحانه وتعالى كلم كلمتين في مسألة سيدنا سليمان، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. الله جاب كم مرحلة، تعذيب وذبح وبعدين خففه، قال أو يجي لي بحجة، يجيب لنا حجة أنه كان غايب ليه، فما كان صغيرة بعيد وجاء قال له كلمة لو عذبنه أو لأذبحنه نفعتنا. كانوا الجماعة القضاء والمستشارين الكبار في اسكندرية دعونا عشان يبحثوا عن حدة أشياء. أول موضوع أثاروه مسألة الرجم، رجم الزاني والزانية في القرآن.
قالوا ما وردش نص صحيح في القرآن، ولكن ورد في آية مش موجودة، هي بقيت حكما ومنسوخة لفظا. الشيخ والشيخوخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. هم قالوا ما فيش في القرآن دي اللي عندنا يعني منسوخة دي. فقلنا لهم طب اقروا الآية دي، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. إذن فيه عذاب، العذاب إيلام لحي، إنما الذبح إبطال حياة. خلاص. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن رجم الأمة فعليه نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليه نصف ما على المحصنات. قال لك الرجم ما ينصفش، حجته الرجم ما ينصفش، يبقى النصف من العذاب مش من الرجم، يبقى ما فيش رجم. خلاص. طب نشوف بقى العذاب نصف ما على المحصنات من العذاب، يبقى مش من الرجم، النصفية في العذاب بس، إنما الرجم كل واحد زي بعضه. التنصيف منين؟ من العذاب. والعذاب مقابل للذبح. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. يبقى إذن الرجم اللي بيموت زي الذبح مش موجود عندهم، يبقى له الحكم العام، له الحكم العام. نشوف الحكم العام ده بيجي ازاي. قال لك فيه بالنص ويمكن يؤول النص، فإذا وجد بالفعل من المشرع يبقى الفعل أوجى من النص ولا لا؟ يبقى ما جاتش في القرآن، ما جات في فعل النبي حينما رجم الغامدية وإيه ومعز. نعم. وهو العزيز سبح، وهو العزيز. العزيز هو الذي يغلب ولا يغلب. والعزيز حتى بحنا نقول على النادر اللي ما فيش حاجة زيها أبدا، شيء عزيز يعني شيء نادر ما فيش زيه، يبقى ما فيش زيه في أنه يجمع الاثنين، لأن انغلب مرة ربما يغلب مرة أخرى. فقال لك ده يغلب ولا إيه ولا يغلب، يجير ولا يجار عليه. نعم. والعزيز مش لأنه عزيز بقى لا يغلب ويغلب، دي يعني تديله يعني ما أصله حكيم بيوضع كل حاجة في حكم بحكمة، يبقى ما تاخدهاش على أنها جبروت يعني. وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض. له ملك السماوات والأرض، احنا قلنا فيه ملك وفيه ملك وفيه ملك، الميم يعني بتاعه. ما هو الملك وما هو الملك وما هو الملك؟ الملك هو أي شيء تملكه، إنما الملك أن تملك ما من يملك، ده الملك بقى. طب والملك؟ المقدرة، بملكنا، مش في القرآن بملكنا؟ بملكنا. نعم. قال موسى كده، ما أخلفنا موعدك بملكنا بما نملك، ده احنا أخلفنا غصب عنا. نعم. وبعدين فيه ايه والملك، انقل بقى لله ملك، ده اللي مقطوع عنه من الملائكه، من الايه؟ من الملائكه. له ملك السماوات والارض، يبقى ملك معناه انه يملك من يملك اشياء. والارض مثلا انت تملك شويه وده يملك شويه، انما يجي الملك الكل بقى بيملك ده وده، يبقى ده ملك. له ملك السماوات والايه والارض. الحق سبحانه وتعالى قلنا ثلاث مراحل، في مره في حلقه هنا برضه قلنا فيه ايه، ملك السماوات والارض. والسماوات والارض ظرف للمخلوقات، السماء ظرف للملائكه، وبرضه الارض ظرف للايه للملائكه، لان الحفظه موجودين ويانا ومش عارفين. طيب
الحق سبحانه وتعالى لما يقول له ملك السماوات السماوات والأرض نفسها عجيبة، خلقتها عجيبة. فما لما يقول وبعدين له ما في السماوات وما في الأرض، يبقى الظرف والمظروف. عادة المظروف أنفس من الظرف. لما تكون عندك حاجة كويسة بتحطها في خزنة، يبقى اللي تحط في الخزنة دي أنفس من الخزنة، والخزنة دي مرة تحط فيها حاجة نمومية، شوية فلوس شوية مش عارف ايه، انما مثلا حاجات نفيسة او ذهب وقوت والبتاع، في الدرج تاني في الايه في الخزنة يفتحوا كده بمفتاح مش عارف ايه وتحطوا فيه. الله، يبقى على قدر نفاسة المحفوظ يكون الايه الحافظ. فالملك السماوات والارض هذا ظرف، عجائبه كثيرة جدا، لكن اللي فيه اعجب. وبعدين له ما في السماوات والارض اللي نعرفه، وبعدين قالنا له غيب السماوات يعني حتى ما غاب عنكم كمان، يبقى كم مرحلة؟ له ملك السماوات والأرض ظرف، وبعدين ما في السماوات والأرض مظروف، وده اللي نعرفه، وغيب السماء اللي لسه ما نعرفهوش، اللي كل وقت يطلع حاجة. كل الكنوز اللي بتطلع من الأرض، الكنوز اللي بنشوفها دي كلها ايه. ولذلك ربنا بده الفتنة ان مثلا ايه له ما في السماوات وما في الأرض، وزود وما بينهما وما تحت السرى، تجد بقى الاستنباطات كلها ماشية في الايه، فاستنباطات الأسيرة والحاجات اللي دايما من الجو، واستنباطات النفائس كلها من الايه ما تحت السرى، البترول ومش عارف والايه 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 والايه، كل دي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. يحيي ويميت، يحيي مين؟ قال لك لو خلقنا من عدم فأحيانا، وبعدين هياخدنا يحيينا، وبعدين يموتنا، وبعدين ايه يحيينا. ولذلك ايه أمتنا اثنتين وأحييتنا ايه اثنتين. نعم، يحيي ويميت. ولذلك لما اللي بيجادل ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني اللي خلاه يحج انه غطرسة ان ربنا اداله ايه ملك. ايه اللي حصل؟ اتناقشوا ازاي؟ قال له ده بيقول له ربي يحيي، الا انا احيي واميت. هو ازاي يا سيدي تحيي واميت؟ انا امر بقتلك ثم اعفو عنك فاحييك. ربنا ما حبش يطول الجدل، وان كان الجدل لا مش كده، لا موته وبعدين يحييه. موته، مش تقول انا أأمر بالموت ثم لا موتوش، يبقى أبقيته حي. ولكن الله ما حبش يدخل في السفسطة دي بتاعت الله. أمر سيدنا قال له أي راه، طب ربي يأتي من الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ونقصر الإيه ونقصر النقاش. فلما واحد يجي في خصومة ويقعد يلففك كده سفسطائية ومش عارف إيه، تقوم أنت تجيبها له زي ما نقول حتى من الآخر، ونفضيها وربنا جابها من الآخر. ربي الذي إيه، ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي انت بها من المغرب، قدامنا اهي. ولذلك قال فبهت الذي كفر، بهت غلبته الحجه فلم ينطق، زي ما يقولوا فلم ينبس ببنت شفا. نعم، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، على كل شيء. طب ما هو ده كان احيا من عدم وبعدين يموت وبعدين ايه يحيي، ما دام أفعينا بالخلق الأول، ده دليلها موجودة، وده احنا ما ده احنا جبنا من عدم، فلا أن يكون له موجود ونجيب عظامه ونجيب مش عارف ايه، بقى أسهل. ومش قال وهو أهونه، وهو أهون، وإن كان ربنا ما عندوش أي وأهون، إنما بس مجاراة للقصد. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، والملك دي ملك لأنه أوجد، ولأن له قيوميات، قيومية تبقيه على ما هو عليه. ولذلك يقول لك ايه، خد بالك انا مش خلقت وخلاص كده، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، ادي القيومية، ولئن زالتا ان امسكهما من احد، ما حدش يقدر يجيبهم. فمش بس خلق وخلاص، لا، خلق وله قيومية تبقي ما خلق. وهو على كل شيء من عدم او من موجود أو بقيومية إيه؟
تحفظ للشيء وجوده كما خلقه عليه. هو دي اسمه ضمير الغائب، وضمير الغائب لا يتأتى إلا إذا سبقه إيه؟ مرجع الضمير. زيد زارني فأكرمته، أكرمت مين؟ زيد اللي زارني دي، يبقى زيد هي اللي. يبقى إذن لا بد للغائب من مرجع يعود عليه. وقد يفهم من سياق الكلام كما قلنا حتى توارت بالحجاب أي الشمس، وزي ما قلنا بلغت الحلقوم يعني الروح، وزي ما قل إيه هناك آية الشمس كده مثلا على الأرض، وإن ربك لذو مغفرة أنت قلتها. هو يبقى إذا قيل هو بضمير الغيبة لا ينصرف إلا الإله الواحد اللي ما فيش زيه هو. ولذلك ألف في الأحادية، سورة الأحادية، قل هو اللي هو مين يا أخي؟ الله. الله ده عاد على المتأخر، قال لك لأن ما دام يقول هو يبقى ما فيش إلا هو والبس. سبحانه وتعالى. هو الله إيه؟ قل هو الله، قل هو الله. ما تقولش إن الضمير عاد على متأخر، ده الضمير عاد على إذا جاء الغيبي لا يمكن أن يكون إلا لله. الله. نعم. ولذلك هو الله أحد، الله أحد، لكن احنا الكلام في عددنا إله واحد مش كده؟ قال لك ما يدي لها معنى ودي لها معنى، هو واحد وأحد الاثنين، بس واحد لها متعلق وأحد لها متعلق. واحد أي ما فيش فرد ثاني وياه، كلام صح. طب وأحد رغم أنه واحد ما فيش وياه، ليس مركبا من أجزاء بحيث يحتاج كل جزء إلى جزء آخر. يبقى الأحدية في تركيب الله التركيب، والواحدية في الإفراد. هو واحد لا فرد مثله، وأحد لا تركيب في ذاته، لأن التركيب يؤذن بأن كل جزء محتاج إلى الآخر. العين محتاجة للودن، والودن محتاجة للمش عارف. نعم. هو الأول يعني قبل أي وجود، لأن مدام هو اللي أوجد يبقى معنى اللي أوجد يبقى كان موجود قبل كده، هو الأول. وبرضه هو الآخر يعني بعد كل موجود. إحنا لما قلنا في الدعاء إيه؟ يا أول لا قبل الآخر، ويا آخر لا بعد الأول، ولكن ذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. نعم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ظاهر باطن، الظاهر يبقى لنا كلنا، وباطن يعني عنا كلنا. طب ظاهر بإيه وباطن بإيه؟ شيء واحد يبقى ظاهر باطن؟ قال لك الظاهر بآثاره في الوجود التي لم يدعي غيره. سبحانه وقال لي خلقت الإنسان وخلقت الكون، ما حدش جه قال لا دني اللي خلقت. وصاحب الدعوة أحق بها ما لم يوجد معارض. وضربنا المثل بالناس اللي قاعدين في قاعدة ويا بعض كده في البيت، وبعدين لما انصرفوا وجد الخادم محفظة فلوس قد كده، فقال له قلنا له اتكلم مع الناس اللي كانوا موجودين فلان وفلان وفلان، قلنا انت ضاع لك حاجة. فقعد يمسك التليفون ويمسك يقول له انت ضاع لك حاجة، يقول له لا هو لسه بيكمل. طرق الباب فدخل واحد، والله انا كنت عندكم هنا والمحفظه بتاعتي وقعت، ولم يدعها احد من اللي كانوا موجودين. يبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ قال انا الاله الواحد، ما فيش غير لا اله الا الله، فاما ان تكون حق او لا تكون، فان كانت حق فقد كفينا، وان كانت غير ذلك لا، والعياذ بالله. نقول له طيب لما قال كده امال اللي خلق وعمل دي ما ساكت يعني ما دريش ولا ايه؟ ده ما كانش دري يبقى يعني نايم على ودنه. طب وان كان دري ما راحش ليه كده؟ قال له انت ازاي تاخد مني الكون وانا اللي خالق وتدعي ان انا خلقت؟ ولذلك شوف القران بيقول ايه؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. يروحوا يقولوا تعالى ما نشوف ايه اللي خد منا الكون ده. ما حدش ايه؟ خسر.
يبقى هو والظاهر أي بآثاره التي لم يدعها أحد. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ما حدش ادعاها. يبقى ظاهر بآثاره في الكون لم يدعها أحد، تبقى بتاعته. طيب وباطن، باطن بإيه؟ بذاته لا تدركه الأبصار وهو يدركه الله. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لأنه لو كانت تدركه يبقى محدد، يبقى له ناس قدامه وناس خلفه، وربنا ما فيش زمان ولا مكان. ليه؟ قال لك لأن الزمان والمكان خلق به، يبقى ما يكونش بقى هو له زمان ولا مكان. ولذلك ما تقولش فيه متى ولا أين، لأن متى وأين جاءت منه، جاءت منه هو. نعم. ثم تعالى بقى وخد بقى الذي يؤكد هذا بالدليل الواقعي من اللي نعرفه كلنا، كلمة عدل اللي بيعضع ميزان للحق والباطل. يبقى العدل ده اللي بيقولوا عليه أساس الملك، العدل أساس الملك. طب إيه العدل ده يا سيد؟ شفته، شميته، لمسته، لا عرفت بأثاره بس، في أنه بينصف المظلوم بس، وهو ده اللي بيمشي عليه الحق. طب الحق شكله إيه؟ يبقى إذن فيه موجود يدير ولا يدرك، زي ما قلنا في الروح. الروح ما نعرفش هي فانا حتة من جسمنا، فيبقى عايز تعرف ربنا فين. ده مخلوق له لم ندر أين هي، بعد فين، ما دام مخلوق له. يبقى الظاهر بآثاره والباطن بذاته وأسراره. الله الله. وهو بكل شيء عليم. أما الظاهر فلأن الظاهر يشوفه، والمستخبي برضه يعرفه لأنه هو باطن. لا ده عينفد منه ولا ده عينفد منه. هو الذي خلق السماوات والأرض، ده بيتكلم بقى عن إيه؟ اللي سبح ده سبح لله ما في السماوات والأرض، هيتكلم السماء والأرض دول إيه؟ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلقهم في ستة أيام، هو خلق ده بيخلق بكون، وكون مش عايز لا دقيقة ولا ساعة ولا يوم ولا ليلة، ستة أيام. قال لك فيه شيء اسمه عمر التكوين ومراد التكوين. جبنا مثل زمان للزبادي، الزبادي اللي بناكله ده، بنعمل زبادي بنعمله في دقيقة، بنجيب اللبن ونحط في حتة خميرة، هذا الزمن، ونسيبه بقى المدة اللي يتفاعل هو مع نفسه. يبقى الست أيام مش خلق علاج بنعمل، ده الست أيام عمرها عنده، زي الزبدية ما تقعد حتى 12 ساعة عشان تبقى زبادي، عشان تبقى إيه؟ زبادي. يبقى الزمن ملوش هنا. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن ستة أيام، الآيات كلها ستة أيام. المستشرقين بيمسكونا في حتة من دي ويقول لك الآيات كلها أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لكنهم حينما جاءوا بسورة غافر هم أريين فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الإيه؟ خلق الأرض في يومين. خلاص. وبعدين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء وقال لا وللأرض ائتيا طوعا أو كرها فقالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات يبقوا كام؟ يبقوا هنا ثمانية. هم مسكونة في الثمانية، لكنهم من عدم ملكة اللغة عندهم ما فطنوش إلى أن الأرض خلقت في يومين ثم خلق تمامها فيما يأتي، وجعل فيها رواسي في الأرض وبارك فيها في الأرض وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يبقى أكن المدة اللي خدتها الأرض أربعة أيام،
زي ما تقول أنا سافرت من هنا إلى طنطا في ساعة وإلى الإسكندرية في ساعتين، يبقى مدة الطنطا في الساعتين ولا جبنا ساعتين تانيين، ما دام تماما يبقى في تمام، ما دام المخلوق تمام الأرض يبقى الزمن تمام الزمن، يبقى ما دام الزمن تمام الزمن يطلعوا ستة أيام ولا لا؟ ستة أيام. ثم استوى على العرش. الله. ثم استوى على العرش. استوى بقى العلماء اختلفوا فيهم، ولذلك ابن القيم ألف لهم مقالات عليها أربع قد فسرت للحافظ الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك الذي قد صعد ما فيه من نكران، وأبو وإذا تقول تفسير استوى بحقيقة استعلى من البهتان. نقول له كلكم لا صعد ولا على، إن كان على العلا عالي عن كل حاجة، وعلى على كل حاجة مش على العرش بس، إنما استوى لأنه مدام حيخلق خلق ويخلق لهم السماء والأرض وعمل لهم كل حاجة دي يبقى خلص الحكاية دي. استوى يعني إيه؟ أنجز الكون. مدام أنجز، فلما استوى إيه؟ إذا بلغ واستوى، ولما بلغ شكرا واستوى يبقى معناها إيه؟ بلغ الكمال. ولا يستوي المالك في أعرافنا على العرش وعنده جماعة يشاغبونه، إنما يستوى العرش ويقعد لما يكون الأمر إيه؟ استتب له ولم يعد له معارض ولا إيه؟ ولا مخالف. وذكر استوى دي موجودة في القرآن في سبع مواضع، اقراها كده. ففي سورة الأعراف وذكر استواء الله في كلماتها على العرش في سبع مواضع فاعدلي. ففي سورة الأعراف ثم يونس، وفي الرعد مع طه فللعد أكدي، وفي سورة الفرقان ثم سجدة، كذا في الحديد فهم وفهم مؤيد. يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هنا بالك هو يعرج فيها ولا يعرج لها؟ يعرج فيها. يعلم ما يلد في الايه؟ ويعلم ايه؟ ما يخرج ايه؟ مش كده؟ وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. السماء كلمة مفردة، إنما المراد الجنس، أن كلهم سبع سماوات، يبقى مش لها مش للسماء، ده فيها في السماوات يعني كلها السماوات. وفيه فيه فيه بمعنى اللام. خب الصلاة إيه؟ لدلوك الشمس. نعم. وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. بقول وهو معكم أينما كنتم، ده البشر دلوقتي عمل آلات يخليه يعرف أعداؤه بيدبروا إيه بالليل، وقول لك صوت وصورة. وده عملوها ليه؟ لأن ما لهمش ذاتية تعرف، إنما اللي له ذاتية تعرف. يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. طب هو لو كان معية علم ما يقولش والله بما تعملون بصير. ده جاب البصر اللي هي رؤية يعني كده. بس خد المسائل كده على ايد، ما تتصورهاش انت بقى بعقلك انت بقى، خدها بكمال الكمال الكلام فيه. نعم نعم. له ملك السماوات والارض. الله. طب ما هو قال ملك السماوات والارض، قال ما حدش خدع منه برضه. له ملك السماوات والارض واليه ترجع الامور. مش نفدته بالخلق كده وخلاص، لا، كل واحد بقى يعرف مركزه ويوضب أموره علشان هو إيه سيرجع إلى مين؟ إلى الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.